تتوالى ردود الفعل حول حادثة إطلاق النار قرب مقر رئاسة الحكومة الإيطالية في روما. يورو نيوز أجرت اتصالا مع أليساندرو أماتي وهو نائب رئيس تحرير وكالة تي أم للأنباء التي يقع مقرها على بعد أمتار من مكان الحدث. أماتي علق قائلا: كان واضحا ومنذ وقت مبكر من صباح الأحد أن حادثة إطلاق النار كانت فردية وليس لها أي ارتباط بالإرهاب. بالتأكيد ما حدث هو نتيجة للمناخ السياسي في إيطاليا الذي يعيش في حالة من التوتر والقلق وعدم اليقين بشأن المستقبل. من الضروري توجيه رسالة مفعمة بالسلام تعمل على تهدئة نفوس المواطنين. إن أول مهام حكومة ليتا هي اتخاذ إجراءات تتعلق بالاقتصاد الإيطالي من شأنها أن تكون بمثابة رسالة أمل تحفز على عودة ثقة الإيطاليين ببلدهم.